مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إلى شارع السور من تلفزيون دولة الكويت. الشكاوى لا تتوقف من الخدمات الصحية في البلاد، والأرقام تؤكد أن هناك فقط نحو 20 سريرا لكل 10,000 شخص، يضاف إليها نقص في الكوادر الفنية من العمالة الوطنية وغيرها، وتزايد الإنفاق على العلاج بالخارج الذي يستهلك سنويا أكثر من 10% من ميزانية وزارة الصحة. وبالرغم من جهود الحكومة التي أنفقت أكثر من 5 مليارات دولار ونصف على الرعاية الصحية، إلا أن التساؤلات مشروعة. لماذا تصرف كل هذه الميزانية التي تجاوزت 400 مليون دينار على العلاج بالخارج؟ لماذا توجد لدينا مشكلة الأسرة وقلة الأطباء؟ أين القطاع الخاص من الرعاية الصحية؟ في المقابل، مستشفى جابر وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 98%، وهو صرح طبي كبير، وحتى الآن لم يفتتح بشكل رسمي. ما هي المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية 2016-2017 والتي ترسم لنا آفاق الرعاية الصحية في البلاد؟ ما هي القرارات التي أصدرها وزير الصحة لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين؟ كذلك من التساؤلات التي نطرحها في هذا اللقاء مع ضيفنا: الخدمات الصحية في البلاد أين مستواها من المقارنة بالخدمات الصحية في دول المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها نرحب جميعا معكم بضيفنا الكريم الدكتور جمال الحربي وزير الصحة. حياك الله دكتور. شكرا على استضافتي ومسي على المشاهدين بالخير. الله يرعاك. رحب الدكتورة ندى المطوع كذلك زميلتنا في البرنامج، حياك الله دكتورة. الله يحييك ومعاكم اليوم، وأشكر المشاهدين على هذا العدد الكبير من الأسئلة اللي وصلنا، وتابعونا مع ضيفنا العزيز. ملفات كثيرة اليوم دكتور معك في الرعاية الصحية في دولة الكويت، يعني حديث كل الناس، تخص كل بيت، تخص كل ولي أمر، تخص كل فرد مواطن ومقيم، وبالتالي اليوم يعني الكل يوجه هذا السؤال. دكتور جمال الحربي من يعني تولى مهام الوزارة في وزارة الصحة، شنو خطتك في البداية يعني لما فكرت في النهوض بقطاع الخدمات الصحية في البلاد، وخصوصا أن حضرتك يعني كنت وكيل الوزارة مساعد، وأيضا تدرجت في الوظائف الإدارية، طبيب في وزارة الصحة، وبالتالي ما أنت بعيد عن الجسم الصحي في دولة الكويت. نعم، أول الأشياء اللي حبيت أفعلها وأسويها هي أول شيء إعادة الثقة في الرعاية الصحية. أول شيء عندنا الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية هي الثانوية والتخصصية مهمة عندي. فإعادة الثقة للمواطنين بالرعاية الصحية هذا أهم شيء كان عندي، أول خطوة اللي حبيت أني أطبقها. وبعدين الشغلة الثانية المهمة كانت عندي تسهيل الخدمات العلاجية للمرضى بطريقة سلسة. بعد ما قمت بزياراتي المستشفيات والرعاية الأولية المستوصفات، لاحظت في أشياء كثيرة في خاصة في الحوادث عندنا في مستشفيات اللي هي الببليك الثانوية العامة. لاحظت أن الزحمة فيها والحالات كثيرة قاعدة تكون موجودة في الانتظار، السعة في الطوارئ الحوادث. نعم، في أقسام الحوادث السعة ضيج المكان والأعداد كبيرة. عرفت الآلية طريقة المرضى اللي يجون من طريق من الرعاية الأولية للمستوصفات يجون بعضهم بدون تحويل، حالات اللي مو حرجة. في عندنا 5 أنواع من الحالات، من مثلا الخامسة للأولى، الأولى هي الخرى حيل أو يسمونها الجرين واليالو والريد اللي هي الفرز الطبي. فعندنا الحالات هي تجي من المستوصفات على طول تجي للمستشفى، ويصير الزحمة، وخاصة إذا حالات طارئة تحتاج الدخول أسرع. فاحنا شخصت هذا الوقت؟ نعم، احنا مطبقينه بالحوادث. عندنا نظام الفرز اوريدي موجود، النظام هو الاحمر والاصفر والاخضر. مين يفرز، الطبيب ولا عادة الطاقم الصحي؟ هو يكون ممرض ومتدرب الموضوع هذا بقياس الفايتال ساين، الاشياء المهمه في حاله المريض، الحراره. موضوع الرعايه الصحيه هذا يا دكتور، هل هو اول ملف حرص عليه دكتور جمال الحربي في انه يعني يغير في شكل هذا الملف، ولا في اولويات ثانيه عندك ضمن النظره للنهوض بخدمات وزاره الصحه؟ لا، هي كثير اشياء، كثير النقاط. اول شيء انا حبيت اعرف شلون اسهل الخدمات، قلت لك الرعايه الصحيه حق المرضى طريقه تكون سلسه. حبيت اشوف السعر المكان في المستشفيات اللي هي المستشفيات العامه،
خاصة لاحظت أن الأسرة والملاحظة مكان ضيق والأعداد كبيرة. حبيت حتى كلمت الإدارة طريقة توسعة من طريقة المكاتب الغرف العيادات اللي يم الحوادث أن تفتح خاصة مساء اللي بعد يكون العيادات عندنا بعض. إيش تقصد بالمكاتب؟ يعني مكاتب إدارية؟ في غرف إدارية، في غرف موجودة عيادات ما قاعد يداومون بالليل فيها، فتفتح فيها عيادات مجهزة في خاصة الحالات اللي مو خطرة اللي ما تحتاج ملاحظة أسرة، الحالات يسمونها الجرين الأخضر اللي ما تحتاج أي شيء انتظار أو ملاحظة دقيقة يكون فيها، ممكن الطبيب يكون في غرفة ويعالج المرضى هذا ليخفف الضغط، لأن 70% تقريبا من الحالات اللي هي حالات بسيطة مو حالة تحتاج تدخل يعني فيها ملاحظة متابعة دقيقة، فهذه ممكن علاجها عن طريق الغرف المكاتب العيادات هذه. طيب. هذه طريقة الآلية اللي حبيتها. بعدين طريقة الانتظار لدخول المريض للأجنحة، مرات المريض ينتظر في الحوادث فترة طويلة عشان الغرف فوق يسوون له دخول يلا وقت أطول، فيصير الزحمة في غرف الانتظار في الحوادث. فالآلية لازم في أطباء فريق يتابع الحالات في الأجنحة أن الحالة يحاول يسرعها أنها تطلع مبشر. مثلا في بعض المرضى يكون منتظر بالغرف بالسرير مجرد لا فوق الأجنحة، ممكن سبت أنه يبي ينتظر عشان موعد أشعة قاعد أو تحاليل معينة، ففي فريق اللي هو يخلص المواضيع هذه ويسهل خروج المرضى على الأقل تيرن أوفر يصير أسرع في الأجنحة عشان المريض بالحوادث يقدر يصعد والغرف تكون أسرع أسهل. هذه أحد الحلول اللي حبينا نحلها. طيب. شغلة ثانية مهمة عندي المستوصفات. طلبت من كل منطقة صحية على الأقل اختيار مركز من مركزين من الرعاية الأولية المستوصفات إنه في يكون مثل قسم حوادث مصغر حق الحالات اللي مو خطرة في المستوصف نفسه. من المستوصف خاصة كبيرة. حين أعطوني أسامي المستوصفات وحنطبقها يكون في أسرة للملاحظة لساعات معينة اللي تكون مو حالة حرجة، حالة حرجة يروح على طول المستشفى، فخفف الضغط في المستشفيات العامة. هذا أحد الطرق اللي قلنا. وهذا راح تبقونه أن تختارون مستوصفين في كل منطقة. تقريبا أنا طلبت من كل مستوصفين كل منطقة. مع فكرة إعادة الثقة، وقلت هذه يمكن أولى خطواتك لي يعني اللي فكرت فيها بالنهوض بالعمل بوزارة الصحة. معناها أنه الثقة يعني شوية مهتزة أو مش موجودة عند بعض الناس للأمانة أمام الخدمات الصحية في البلاد. البعض يرجعها إلى طبيعة الخدمة الصحية ويعني والدورة مالت الخدمة اللي تفضلت فيها. البعض يتكلم عن مستوى الرعاية الطبية نفسها كجودة خدمة من تمريض من طبابة من الأطباء. هذا يقودنا إلى موضوع إعادة الثقة وموضوع الرعاية الصحية الأولية. اليوم دول المنطقة والدول المتقدمة في هذا المجال تولي الرعاية الصحية الأولية بحيث أنه أيضا تدريب الأطباء للسنوات الأولى من عملهم يكون في هذا المكان، يشتمل على معرفة الحالات الحرجة، التعامل مع الحالات الخطرة، التعامل مع الإسعافات الطبية الأولية، أخذ التدريب اللازم حتى يقضي الطبيب سنوات الأولى في هذه الأماكن اللي هي تقرر وين يروح المريض عقب. نعم. هذا الملف ما تعتقد انه يعني يجب ان يكون ايضا له الاولويه؟ نعم، انا اول ما ركزنا عليه الرعايه الاوليه رفع مستواهم لان هي الدفاع الاول مهم عندي. المرضى ما يحتاج يروح مستشفى اذا كانوا المستوصفات او الرعايه الاوليه مستوى عالي مستوى ممتاز. قرار قريب حطلعه موضوع تدريب الاطباء كلهم بالرعايه الاوليه دخول دورات اللي يسمونها دورات الحوادث المتقدمه ATLS يعرفونها القلب يعرفونها والانعاش القلبي ACLS هذه متقدم، وللتمريض في دورات معينه البيسك اللايف سبورت اجباري على كل اجباري على كل اطباء اللي هي عندنا. احنا نوعين من الاطباء عندنا اطباء الرعايه الاوليه الفاميلي ميديسن وفي الاطباء هو الجي بي العادي، فهذول لازم اللي ما عنده الدوره لازم يدخل الدوره حتى الممرضين نقاض الحياة. شنو أهميتها هذه؟ هذه مهمة عندي لأن أي حادث يصير أي شخص يلمستوصف يعرف الطبيب شون إجراءات الخطوات يسحف فيها المريض. طب الطوارئ الآن هذا مجال يعني علم يدرس في الرعاية الأولية ما عندهم مثل قسم الطوارئ الحوادث عندنا بأقسام المستشفيات، فلازم يكون مستواهم عالي ولازم كل سنتين في فترة معينة اللايسن الرخصة تنتهي، لازم كل سنتين أو أربع سنين يرد يأخذ مرة تجدد مرة ثانية. حتى التمريض مهمين عندي ووضع الأجهزة حتى أجهزة اللي هي AED الأجهزة اللي ضربات القلب في أجهزة معينة هذه خطتي إنها تكون بالرعاية الأولية. الحين مو موجودة المستوصفات. مو كل المستوصفات في أجهزة اللي هي ما يحتاج يعني هي أوتوميتد من إلكترونية جهاز على لزقتين وجهاز من نفسه يعطي صدمة للقلب إذا احتاج المريض، إذا ما احتاج ما يعطي
يعني بالكمبيوتر والجهاز هذا. الجهاز يقرر. يقرر على طول. فهذا سرعة انقاذ، لأن كل دقيقة إذا وقف القلب المريض فرصة حياته 7 إلى 10% تنقص. فخمس دقائق 50% تروح من حياته، فرصة حياته. فأول 5 دقائق لـ6 دقائق مهم للمخ. الأكسجين ما وصل. صحيح. فالطريقة هو عضلات القلب. فعندنا سرعة بتدخل في هذا خاصة في المستوصف والرعاية الأولية. فهذا حيكون يطبق على كل الأطباء والممرضين في الرعاية الأولية. هذه مهمة عندي هذه فيها. نعم نعم هذا اهم شيء اللي انا اللي بان هذا اهم شيء فيها اللي هي تقريبا القرار هذا يطلع. دكتور موضوع بناء الثقه بين مقدم الخدمه وبين متلقي الخدمه الناس كيف يكون؟ طبعا من اصعب الامور انك تكون مسؤول عن وزاره خدميه مثل وزاره الصحه والتعليم وغيرها من وزارات الخدمات، لان الفيدباك او التاثر بهذه الخدمه يكون بشكل مستمر، والنتيجة دائما متلقي الخدمة يلوم الوزارة فورا بأن أنا غير راضي، لأن أنا كمريض أبي بأسرع وقت أحصل على أحسن خدمة. مثل ما تفضل ضيفنا العزيز في البداية لما تحدث عن نقطتين اللي هي الكواليتي وسيرفيسز، نوعية الخدمة، وهذه طبعا مهمة صعبة جدا، مهمة إدارية مو طبية، إدارية بحتة. وأنا يعني سعيدة باللقاء طلبتنا من طلبة الهندسة الصناعية، هندسة الإدارة الصحية، لأن فعلا محتاجين إداريين لهذا الجهاز. عملية بناء الثقة تأتي ب يعني النتائج اللي أنت تكون راضي عنها كمواطن، تشعر بأن أنت محط اهتمام الدولة بقطاع الصحة وبجودة عالية، ولكن وجودة عالية بس بشكل واقعي. يعني احنا مثل ما التعليم وهي خدمة مقدمة ونشوف ناتجها من أبنائنا، تميز بها القطاع الخاص لأنه استطاع مثل ما تفضل ضيفنا بالألوان، اليوم حتى التصميم المستشفيات تغير، أصبحت عندك خطوط ملونة. الجزء بس اللي غاب عن حوارنا في بداية حديثنا هذا هو الوعي لدى المواطن نفسه، ترى المواطن شريك بهذا كله. هذا جايين عليه بالضبط. إيه لازم أكون واعي كمواطن، أعرف أتعامل مع المسن، ما ألوم الوزير فورا اليوم تعب اليوم، لازم تكون عندي المبادئ قبل لا تخصص المستوصفات، لازم أنا أكون عارفة وين أوديه، لأن أنا أمامي إما خيار فورا طوارئ المستشفى أو محطتين، شلون أحدد أنا كمرافق لمريض؟ فأنا أعتقد بأن إن شاء الله يعني بعد البرنامج نخرج باستراتيجية خاصة لتوعية المواطن تشارك فيها وزارة الصحة كأفراد، إحنا كأفراد وطبعا جمعياتنا في العام. موضوع القرار أن نترك القرار للمواطن دكتورة أعتقد يعني أيضا صعب، يعني أنا اليوم لما أشوف حالة طارئة عندي ما أعرف وين أروح المستوصف أو المستشفى. على أي أساس بتروح؟ لأن في تجارب سابقه في 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 ضمير الناس وفي وعيهم ثبت ان لما اروح المستوصف يقول مالك شيء عندي روح المستشفى. صحيح. فبالتالي يقول لك انا اختصر الطريق واروح المستشفى. والمعالي الوزير يؤكد على موضوع اعاده الثقه، يعني الثقه هي شويه مرتبكه، ونتمنى يعني من معالي الوزير وطاقم الوزاره في يعني ان النجاح في هذا الملف وتواصل مع المستوصف. لا. لان مثل ما تفضل الوزير المستوصف راح يتحول الى مستشفى صغير، وهذا هذه الفكره اللي كانت نخليها مستشفى مصغر. انا بعيد الثقه، ابي المواطن او المقيم ما يروح المستشفى على طول، يبي يقول اروح المستوصف احسن عندي من المستشفى اذا توفر في كل الخدمات. كل الخدمات، وهذا اللي بسويها، ابتدي لو بايلوت ستدي في كل منطقه مركزين اقدر اجهزهم طريقه معينه، تدريب معين، قسم الطوارئ يكون فيه كحوادث مصغر، الحالات اللي قلنا غير حرجه جدا، اما الحاله الحرجه يكون مدربين عندي الاطباء كلهم برعايه الاوليه، هذا مهم عندي، لازم اعيد الثقه للمواطن، المواطن معه حق لما يكون عنده يقول لا والله عندي مستوصفات لهالدرجه المستوى مو لهالدرجه اللي انا اتوقعها ابيها، فاروح المستشفى، فانا بي يوم ودي يقول لا والله ودي اروح المستوصف، ما ابي زحمه المستشفى، هذا اللي ببالي الخطوه هذه، هذه هي اللي ببالنا مهمه عندي، لان احنا عندنا فوق 95 مستوصف الكويت، فتدريجيا حبتدي تدريجيا بس تدريب حق الكل، بس اجهز على الاقل مستوصفين في كل منطقه. هذا يقودنا الى فكره المركزيه دكتور، يعني اليوم الكويت تعداد سكانها تقريبا 4 مليون بين مواطن ومقيم، ومتوقع حسب خطه التنميه الاعداد تقول انه راح يوصلون الى 6 مليون في 2030. هل المركزيه راح تبقى انه الورقه هذه تطلع من المستوصف وتروح المستشفى ويقرر ولا ممكن تصير تعطى الصلاحيات للمناطق الصحيه؟ انا اليوم عندي 6 أو 7 مناطق صحيه في الكويت بما فيهم الصباح الطبيه. نعم.
يعني فكرة أنه تصير المركزية كعامل إداري في قضية تنظيم التعامل بين الوزارة ويرجع القرار للمنطقة الصحية بحيث أنها تصير وزارة مصغرة لها كامل الصلاحيات الفنية والإدارية والمالية. نعم، هذا كان في أول اجتماعي مع مدراء المناطق الصحية، قلت لهم أنا بعطيكم صلاحية كاملة بس أنا أصير ريجوليتر كمراقب لكم هذا كوزارة الصحة وأنتم وزارات مصغرة يدرون في هذا الموضوع. تدريجيا أنا أبي حاسبكم على كل شيء، أعطيكم صلاحية بدنا نحاسب كل منطقة الإدارة كلها حاسبها. الصلاحية في من ناحية مراقبة مثلا العقود اللي تصير في كل مستشفى، الرعاية الصحية، شكاوى المرضى يحلونها، ما بك وزارة الصحة يتي لي أنا كمركزية أبيكم أنتوا تحلونها. إذا يولي معناته في خلل عندكم في هذا محل التنفيذ الآن، هذا الحين بالبداية أنا قايل لهم وقاعد أتابع إياهم تدريجيا. وأبي أنا مو بس أنا أسوي زيارات المستشفيات والرعاية، أبي كل منطقة كل واحد في منطقته هو يقوم بزياراته الليلية ويمر على كل مستشفى، لأن أنا ما أمر على 95 مستوصف خلال فترة قصيرة، مستحيل. فكل واحد يمسك له منطقته ويتابع إياها، وأي ملاحظات لما تيلي معناته في خلل عندك أبي أتقل، ما حتقدر تنهيها تدريجيا، أبي أتقل الملاحظات السلبية تنحل. شوفوا لي الزحمة، حلوا لي الحوادث، أنا طلبت منهم مو بس أنا أي وحلها، شوف الحوادث شنو الحل السايكل لما يدخل المريض ويطلع. واللي ما يتفاعل معك دكتور؟ يتفاعل لا، هذا لحد معين أنا قايله خلال ثلاث شهور الفترة أنا ماسكها ببتدي عاد أغير سياسي معاه. هذا يقودنا إلى ملف محاسبة المقصرين. محاسبة لازم. نتكلم فيه بعد شوية. نعم. موضوع مستشفى جابر. مستشفى جابر يمكن طرحناه مع وزير الأشغال، معالي وزيرة التنمية، وزراء سابقين حاليين، أي مسؤول يطلع في الإعلام الكويتي الحكومي أو الخاص يتكلم عن مستشفى جابر. إيش قصته؟ يعني ليش مو راضي يتشغل التشغيل الفعلي الرسمي الفني الكامل؟ نعم. أولاً مستشفى جابر ما عارفينه هو صرح طبي كبير، يعني ميجا هوسبيتال، أسرة عدد الأسرة 1168 سرير، فوق 100 عيادة و166 غرفة عناية مركزة و26 عمليات، مبنى كبير. إحنا بدينا بالأسنان شهر 11 اللي فات تقريبا 65 عياده خارجيه شغاله قاعد اشوف الحاله، قاعد يشوفونها يعني كثر ما الحالات قاعد يشوفون حالات عندهم، يعني لا لا يعني اقصد في مراجعين ولا في مراجعين لا 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 لا, لا في مراجعين لا لا في مراجعين قاعد يراجعون الاسنان مركز الاسنان. بدينا بمستشفى جابر 5 فبراير في هذا الشهر بديت تدريب الاداريين إداري. هذه مهمة عندي لأن 50% من نجاح أي مستشفى هي الإدارة. أول ما يدش المريض لما يشوف مستشفى إدارة والاستقبال سيء حتى لو كان خلفهم طبيب شاطر حيقل ثقة المريض أو المقيم أو المواطن، فتقل ثقته بالطبيب، لازم على الطبيب يثبت جدارته عشان يبين يرجع الثقة في هذه. فهي الإدارة الأولى هذه مهمة، هذه وايد مهمة عندي بالنسبة لي، لاحظتها عندنا. من وين جبت الاستاف الإداري؟ هل هو نقل من المستشفيات الأخرى؟ أنا المدير المنطقة ومدير تختار الإداريين المعنيين، جبت خبراء اثنين أعطوهم دورات تقريبا 50 إداري، هذا تدريجيا اللي قاعد أسويه الحين، هذا مبتدئ، بعدين أوديهم مرحلة المتوسط للأدفانس الليدرشيب القياديين أبيهم. الفكرة الثانية عندي الفكرة أن أهم شيء مثل ما قلنا الإدارة، إدارة أجنبية بعدين حتكلم عنها كفكرة هذه، بس أنا خلال وقت أبي أستغل الوقت الزمني لأن الإدارة الأجنبية تأخذ وقت شوي على ما تي الإدارة واتفاقية مع الدول. إدارة نتمسك، أنا بالأخير فكرتي أن أطعم مع الكويتيين ليدرز أو قياديين من أجانب من برا. قابلت أنا يوم رحت زيارة المكاتب الصحية حتكلم عنها صحيح. قابلت إدارة الصحية في بريطانيا وقعدت مع مؤسسة هي اللي طريقتها عندها خبرة في الإدارة الصحية في بريطانيا في مستشفيات يعني معروفة عندهم لندن هوسبيتال، فهي اللي ماسك الإدارة، فهذه الخطوة اللي بعدها. بس وقتها لما تستعين بالإدارة الأجنبية أنا حدرب اللي عندي الكويتيين، تخلصون منهم عشان شيء أنا بدرب الكويتيين وخليهم عندي ادربهم وبعدين أطعمهم مع خبرة. فكرتي أن أطعم مع الكويتيين معهم أجانب الأخير الفكرة هذه. موضوع أنه مستشفى جابر للكويتيين فقط، موضوع مستشفى جابر إنه للمتقاعدين، موضوع مستشفى جابر إنه لأهل المنطقة، ولا كل المرضى في الكويت، وين راح الموضوع؟ أوكي، مستشفى جابر أول شيء حيكون افتتاحه تدريجين فيزز مراحل. أول شيء الإدارة مثل ما قلنا، بعدين العيادات الخارجية لأن ما تحتاج غرف أجنحة وهذا عيادات نفس الأسنان، بعد الخطوة اللي وراها الأجنحة هي الغير جراحية، هي الباطنية والأطفال. لما أشيل الضغط من مبارك والمستشفيات اليم حترتاح المستشفيات الثانية
من ناحيه الغرف العمليات قصدي والاسره الاجنحه، يعني حيستخدمون اجنحه الباطنيه لان اخذت من الباطنيه الاطفال، بعدين غرف العمليات الجراحيه الاجنحه وغرف العمليات، بعدين العنايه ومع العنايه المركزه، وبعدين اللي هي الاجنحه التخصصيه. مستشفى جابر بدايه حيكون تدريجيا كويتيين، وهذا انا اللي بانا ما يعني كويتيين اول شيء البدايه، حيكون المنطقه قرار خلاص ولا يتغير مع الضغوط؟ لا الحين قرار كويتيين، يعني هذا اللي انا كويتيين اول بدايه، لان هي العلاج في كل مكان نفس العلاج حيكون، ما في فرق بصراحه. كويتيين لاهل المنطقه اول شيء بدايه اهل المنطقه اللي حوالي حتكون بار الكبير معاها تدريجيا، لان ما حد انت على بعد سنتين مستشفى الجار راح يفتح الجديد. فأكبر من مستشفى جابر 1200 مو 1168 سرير، فحيكون أكبر، فلما يفتح هذا خفف الضغط هناك. واحد بالمنطقة الجنوبية بعد يساند العدان، وفي بالعدان تقريبا 637 سرير مبنى الجديد العدان، يعني حيبتدي في توسعات عندنا المشاريع، حتكلم عنها بعدين المشاريع هذه. طيب دكتورة، التجارب الناجحة في الدمج ما بين موضوع الإدارة الناجحة في إدارة المستشفيات مع الاستاف الطبي، يعني نشوف المستشفيات في أوروبا مثلا يكون في مدير إداري يدير كل ما يختص بالمستشفى من تطوير خدمة وغيره ونظافة ورعاية وضبط جودة، زائد في مدير طبي مقيم هو المسؤول عن الجانب التكنيكي الفني. صحيح. هالتجارب الناجحة وين شفتيها؟ شفتها في دولتين، في بريطانيا وفي أمريكا. الولايات المتحدة القانون صارم بشكل غير عادي، يعني أنت عندك طفل توقفك إدارة المستشفى ما يركب الطفل إلا بمقعد، بس هذا الطفل بحضنك أنت كوالدة، يعني راح تقعد وراء، مو سيارتي تاكسي أبدا، ممنوع، والمخالفة ضخمة جدا. أنت كزائر هناك لا تملك إلا اتباع القانون، لأن كسر القانون مكلف جدا وفعلا يورطك. السبب أنا فهمته هني لما جيت مستشفى الأميري ورأيت بعض الصراحة مستهترين من الأهالي اللي أبنائهم بحضنهم وصار الحادث، لأن الأب لا يعي بأن خطورة وضع الابن على حضنه. أنا شنو ذنبي لما أنطر شخص غير يعني بهذا الاستهتار وياخذ من وقت المستشفى والأطباء؟ كان الأجدى أن يوضع هذا القانون ليمنع هذا النوع، حفاظا على أبنائنا. إحنا يعني الدولة حاطة ميزانية ضخمة للحفاظ على هذه الأرواح، فالوعي يخفف من الضغط الصحي إذا فعلا وعى المواطن أنه يستخدم الخدمات بشكل جيد. في بريطانيا تعرفت على نقل القطاع العام إلى القطاع الخاص. الآن الناشنال هيلث في بريطانيا يشبه الكويت، وعلى فكره حتى مجلسهم جلسه تريسا ماي، في تجارب ترى نقل القطاع العام للخاص فشلت في بريطانيا ورجعتها الحكومه الى الحكومه. لا اليوم صار في دمج، مثل ما تحدثنا قبل قليل، بوتيكات يسمونها. اليوم رئيسه الوزراء واجهوها باسئله، احنا غير مسؤولين عن المهاجرين من الاتحاد الاوروبي قبل الانفصال لانهم يشاركونا بالخدمات الصحيه، والمواطن البريطاني يشتكي. اليوم هذه المستشفيات العامه بدأت تخصص جزء صغير أنت تدفع حسب تقييمك للحالة، يمكن حالتك مو طارئة بس ما تخلي المستشفى تقرر، روح انطر في الغرفة هناك. أنت بالنسبة لك الشخص اللي معاك أو أنت حالة بالنسبة لك يعني مسألة حياة أو موت، لأنك حساس أو تتفاعل بشكل سريع، ادفع واخذ هذه الخدمة. فهذا الدمج أو وضع الاختيار أمام المواطن أو المقيم أو السائح والمستشفيات للجميع هناك، لأن فيها الجزء الخاص بالإضافة إلى التأمين الصحي على غير البريطانيين، حتى لو لم يستخدموا هذا المبلغ ما يرجع لهم. دكتور، أيضا فكرة تطوير يعني الإدارة الطبية الأجنبية، يعني أنت تقول تقيت في بريطانيا، حدثنا عن هالتجربة بتوسع شوية، شنو شفت المميز في تجربتهم في إدارة المستشفيات وتحب تنقلها للكويت؟ البداية من مستشفى جابر نتمنى، وإذا نجحت يعني هذه الفكرة، لأن ما نبي نقول تجربة، ملينا تجارب وإحنا نطبق ولا نرى نتيجة، أنها تنتقل أيضا إلى مثلا المناطق الصحية الأخرى. نعم، اللي شفته في بريطانيا تجربتهم صراحة، يعني طريقة سلسة تكون مريض لما، طريقة استقباله، طريقة تحضير الملف لما ينقله للجناح أو للعيادة أو لهذا، طريقة سلسة ماشية بسيستم واضح، المرضى عارفين وين هم يروحون وين المكان يروحون، ما في طريقة يعني عدم الانتظام في الموضوع هذا، طريقة أصلا استقبال مو بس فقط استقبال المرضى، طريقة توعيتهم وإعطائهم الإرشادات.
طريقه حلوه وسلسه، طريقه يفهمها المريض اصلا، طريقه لما اشوف انا اشوفهم قدامي شلون طريقه تقابل المرضى وشلون يودون المريض وشلون يشرحون المكان، فكانت وايد واضحه طريقه ابتسامه اول استقبال المريض. تخلي طريقة كل حلوة. كل البشر من كادر اداري وطبي بهذه الطريقه اللي عجبتك؟ تدريجيا حنقدر ننجح فيها. هي مستشفى جابر حتكون هي البايلوت وهي اول شيء حنطبقه فيها، النموذج المهم. اذا نجح فيها وحينجح ان شاء الله حينجح في الاماكن الثانيه، وهذا انا متوقع ان شاء الله. بس لازم اطعم معهم فريق او من ليدرز من الاجانب اللي عندهم خبره عاليه في هالموضوع. هذا يعني في ناس فكره انه يقول لك ياخذها الاجنبي على طول كل اداره كامله. ففكره هذه احنا جربناها في اتفاقيات معينه للاسف القلب مثلا في بعض الاتفاقيات ما نجحت. ليش؟ لان بصراحه اللي تنجح فيها هي المستثمر استراتيجي. لما يدش معك مستثمر فيها نسبه قطاع خاص يدش معك مستثمر استراتيجي بالعالم مثل كليفلاند، دول اي دول بامريكا او بريطانيا عالميه تاخذها كاداره وتدخل معك كمستثمر نسبه معينه مع هيئه الاستثمار مثلا. كانت في فكره مستشفى جابر، بس انا بالطريقه هذه لازم يكون دفع في نظام هي التامين الصحي. انا الفكره اللي بعدها وهذه مهمه عندي النقطه هذه حق الكويتين وهذا بدش بدخل فيها الموضوع هذا مهم. اذا بطبقه عن طريق النظام الصحي، وهو نظام صحي يكون من الكويتيين داخل الكويت، وفي فكره لخارج الكويت. انا لما رحت زيارات فرنسا وهذا قال لي يا ريت تصونها في على في شركات تامين عالميه. قالوا وايد اسهل عندنا المكاتب اللي قاعد تصير، الدفع يتاخر شوي علينا، فعن طريق اللي هي التامين الصحي. يعني في تجربه تدريجية. تمت في دول مجلس التعاون في قطر اعتقد امنت على مواطنيها. انت اليوم فتحت الموضوع دكتور، هل هذا حلم عندك ولا في خطوات تنفيذيه سويتوها فعلا للتأمين وأنه الكويتيين ينتقلون إلى مرحلة التأمين بشكل كامل؟ يعني هذه الفكرة لازم تصير عشان ترفع من مستوى الرعاية الصحية. لازم في عندك فاينانس هيلث، لازم يصير عندك تأمين صحي عشان ترفع من مستوى الرعاية. إذا ما سويناها حنستمر ضخ مبالغ مستشفياتنا العامة ومستشفيات يعني كل مستشفياتنا بالكويت، وحيكون فيها تكلفة كبيرة خاصة المستشفيات عندنا المشاريع الكبيرة. عندنا الحين 7500 سرير تقريبا. طيب إذا أمنت على المواطنين المستشفيات العامة اللي قاعد تبنى الآن شنو يكون دورها؟ هذه بالأخير لازم يكون لها دخل من الكرت التأمين الصحي. بفكرة يعني حتى المستشفيات العامة حيكون العافية الحين قاعد يصير بالخاص حق المتقاعدين بالحكومة يقدر يروح مرة ثانية وياخذ أدويته ويتعالج ببلاش مرة ثانية، فهي تكلفة مرتين على الوزارة. فإذا استمرنا فالمفروض بالأخير حيكون مستشفيات الحكومة كلها يوقف هذا موضوع. بس تفضل. لا هي الحين مشكلة القانون ما نقدر نخصصها لأن هي صارت عامة، بدأت الخدمة فيها مستشفى جابر قبل تبدأ الخدمة فيها ممكن أن فكرة التخصص حتى التخصيص. يعني أحب أوضح يعني ما قال مع الوزير بأنه هو التخصيص في الاستثمار الطبي نعم. مع مراكز طبية عالمية نعم. وليس لفكرة الاستثمار العادي نعم. المتاح نعم. بشكل عادي. استثمار استراتيجي طبي عالمي لازم يكون فيها، وتصير مثل مستشفى جابر بوتيكات مثلا حق أنا خذينا الرانكينج أكثر حالات اللي تروح. بس وضحنا يعني بوتيكات عشان شلون طريقة هم قعدنا وياهم طريقة في أجنحة معينة يأخذونها حق مثلا حالات السرطان العمليات سرطان يأخذها مستشفى معين مركز عالمي، في العظام جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب يتخذ مركز معين مثل عندنا جوستافي روسي في باريس كان في فكرة يأخذون عندنا كمستشفى في باريس في جوستافي روسي مستشفى حق السرطان مستشفى روسي في باريس فهذا المستشفى متخصص حق السرطان صحيح. في بوتيكات يأخذونه، فيصير مستثمر استراتيجي يتوزع لأن ما في مستشفى عالمي يقدر يأخذ مستشفى مثل مستشفى جابر بروحه كل التخصصات ما يقدر. لا ما يقدر يأخذ تخصص فيأخذون أجزاء بوتيك. خاصة حتى إحنا فكرة الحوادث عندنا تروما سنتر في مستشفى جابر 4 أدوار كبير وهذا، فإحنا فكرة إنه يكون عندنا بالكويت مستوى الأول من أقسام الحوادث. إحنا بالكويت ما عندنا مستوى الأول، عندنا الثالث الرابع الخامس. مستوى الأول شنو معناته؟ في كل التخصصات يكون موجودة داخل في أقسام الحوادث من جراحة مخ وأعصاب، جراحة العظام، جراحة الترميمي، ترميم شرايين، الأوعية الدموية، يكون متواجدين فريق كامل بالحوادث مع عناية مركزة غرف عمليات وحتى أبحاث يصورون قسم الأبحاث لها وتكون إدارة أجنبية. هاي في فكرة مستشفى جابر أن تكون إدارة مع التراوما كلها يأخذونه كمبنى مفصول كمركز طبي عالمي فيها. مقابل هالموضوع هذا اللي هو فكرة مثلا التأمين على الكويتيين ككل، نتمنى أن هالمشروع يرى يعني أنه يتحقق ويرى أرض الواقع.
ما صرف على العلاج بالخارج يعني كميزانيات 400 مليون أو 500 مليون دينار كويتي خلال ما أدري عامين أو ثلاثة، هذا المبلغ تبنى فيه مستشفيات وكل المشاريع اللي تفضلت فيها ممكن تنفذ فيه بالكويت، بالمقابل ما يوقف ابتعاث الحالات الحرجة التي لا تجد علاج مناسب لها في الكويت. هل الملف هذا دكتور من خلال جولتك على المكاتب الصحية وين وصل؟ أول شيء في قرار مع قرارات اتخذتها أنت يعني بإيقاف الابتعاث للخارج. نعم، أول شيء في قرار مجلس الوزراء طلع حق الحالات اللي هي حالات السرطان وحالات الأطفال والحالات الحرجة إن ابتعاثها العلاج بالخارج. الزراعة وغيرها. زراعة الكلى والحالات الحرجة اللي صعبة. في حالات نادرة ما يقدرون يسوون هني، ففي حالات زراعة الكبد، زراعة القلب، فهذه الحالات والحالات الحرجة تروح نبعثها برا بالعلاج بالخارج. أما الحالات الثانية الغير مستعصية والعادية لا، قاعد نسويها بالكويت الحين. اللي رحت وشفته شفت معاناة المرضى لما رحت المكاتب الصحية. أكثر معاناتهم اللي هي طريقة اللي هي قلنا إحنا أنا غيرت من لائحة التمديد. هم أربع حالات مدتهم لأنها كانت حالات تطول. عندنا بالعلاج بالخارج الحالات هي أول ثلاث شهور المكتب الصحي يقدر يمدد لك كل شهر، بعد ثلاث شهور لازم يدز كتاب حق إدارة العلاج بالخارج وينطر موافقة، مرات تتأخر أكثر من شهر فيتوقف علاج المريض. فقلت لهم لا، ست شهور لكم صلاحية لأن السرطان في علاج كيماوي في شعاعي كيماوي يأخذ وقت، فست شهور لكم صلاحية، ما يحتاجون ما ترجعوا الوزارة ما يرجعوا مع تقرير الطبيب الخارج. لا يدزون تقارير مع تقرير الطبيب، وأيضا اللي هي زراعة الأعضاء والعناية المركزة والحالات الحرجة هذول أعطيتهم اللي هي ست شهور المدة بدأت من هناك عندهم. والشغلة الثانية اللي هي اللي تكلمنا عنها في مستشفى جابر، فكرتنا نحاول نخلي العلاج بالخارج داخل الكويت. يعني مستشفى جابر التخصصات اللي قلتها لاحظتها أنا، خلي العلاج اللي ممكن نقول عنه غير مستحق، الحالات اللي مستحقة اللي تروح هي أكثر شيء عندنا العظام العمود الفقري وأكثر شيء، وعندنا السرطان والقلب جراحة القلب والأطفال في حالات الحرجة في صعبة، هذه الحالات أكثر شيء اللي هي تحتاج تروح برا. فهذا لون إحنا مسكناها في مستشفى جابر اللي قلنا بوتيك مراكز عالمية تمسكها مع أطباء مع عالميين، بس لازم يدشون كمستثمر أجنبي. إذا دشوا اتفاقية وصار اتفاقية لاحظنا أن مع خبرتنا مع الاتفاقيات مثل ما قلنا مو المستوى اللي نبيهم صراحة. لما يكون مستثمر يحس أننا لا دخل كثما اشتغل أكثر أو كان مستثمر طبي حيقدر ياخذ مدخول أكثر. فهذه فكرة ما هي الاستثمار كان في طرحين الموضوع، بس أنا رأيي أنه يكون عن طريق تأمين صحي المفروض. هذا مهم. والملف اللي بذكره هذا مهم عندنا اللي لازم أذكره هي الملف الطبي الإلكتروني. هذا وايد مهم عندنا عشان نرفع مستوى عندنا الرعاية الصحية مهما سوينا. إذا ما في عندنا ملف طبي إلكتروني اللي هو قاعدة البيانات، قاعدة البيانات كلها والربط لكل الإلكتروني. مواطن ومقيم، كل مواطن له ملف إلكتروني كلهم يكون ربط، حتى من الرعاية الأولية عندنا إحنا ملف إلكتروني من الرعاية الأولية، بس يكون ربط مع المستشفيات العامة الببليك بين المستوصف والمستشفى والمراكز التخصصية كلها يكون. وفي ملف هذا مو موجود كان بالمستوصفات فيه موجود عندنا، بس المستشفيات لا مو مستوين بين مع أننا تابعين وزارة الصحة اثنينهم، بس احنا المفروض يكون هذا الخطوة اللي احنا انا مشكل لجنة هي في منظمة نون بروفيت هي غير ربحية يسمونها HIMSS HIMSS. هذه المنظمة غير ربحية هي اللي تقيم الدول وين واصل مستوى في الملف الإلكتروني الطبي لليفل 7 من 0 ل 7 عشان تعرف أعلى شيء اللي هي ما في ولا ورقة تستخدم. هذا الملف اللي هي منظمة الصحة العالمية أو منظمة غصية النون بروفيت أورجانيزيشن غير ربحية هي بصراحة هي اللي تقيم. دول الخليج عندنا في السعودية واصلة ليفل 6 واصلة واحدة منهم واصلة 7، بالإمارات 12 مستشفى فيهم برايفت 6 واصلين، في دول الصين وكوريا مستشفى. فعندنا في هذا عشان تعرف انت وين مكانك. احنا قيمنا؟ لا، وهذا هو لازم نسويها. فانا طلبت الحين لجنه حندعيهم، واعاده النون بروفيت ما ياخذون مبالغ عاده لا تذكر بسيطه يعني، فيقيمون عندنا مستوى الملف الالكتروني. هذا مهم عندي اذا بطبق بعدين التامين الصحي، لان التامين الصحي يبي لك قاعده بيانات واضحه، تسعيره حق الخدمات العلاجيه والكودينج الشفرة أو النوع يعني العملية اللوز يكون F1 مثلا لها رمز معين لها كودينج والتسعيرة لازم يكون عندك ملف إلكتروني هني تقدر تطبق التأمين الصحي. هذا يجرنا إلى أيضا الشراكة مع القطاع الخاص. يعني أنا اليوم إذا بسوي هالفكرة هذه وبربط الملف الإلكتروني
بكره بتعطيني الخيار اني اعالج ايضا في مستشفى خاص، هل المستشفى الخاص بيكون له ايضا الحريه في الدخول على قاعده البيانات وملف المريض اللي موجود اصلا يعني في المراكز الصحيه الاولويه او لا مو بسهوله، لان اسرار المريض هذا سر ما نقدر مستحيل. طيب شلون اذا شلون فكره التامين الصحي اذا ما تكون هي نافذه واحده اروح فيها للعام والخاص او الحكومي والخاص بنفس الدرجه الا بموافقه المريض؟ هذا واحد. وانت ذكرت يكون المريض له موافقه من الاهل، وهناك عاده يقول لك يعني لازم تاخذ يسمونه اقرار مستنير في كل شيء، معلومات تاخذها حتى بالعمليات في اقرار مستنير. وافقت انا توافق كمريض. اذا وافقت معلومات انه يشوف الطبيب الثاني مثل ما انت ماخذ تقريرك وتوديه حق الطبيب الثاني، يعني هذا لازم موافقه من المريض. فهذه مهمه عندنا، لازم موافقه المريض في اي شيء نقل بس معلومات. إذا بس ما يقدر يدخل الطبيب بدون موافقه. افتراض انا اليوم مريض وبالعلاج فوافقت، فشلون قضيه الربط مع القطاع الخاص او المستشفيات الخاصه في اني ادخل على هذا النظام؟ هل راح تسمحون له اذا فيها المريض مصلحته؟ مثلا نقول انا يعني صار لا سمح الله واحد حادث ويا مستشفى خاص والمستشفى يبي يعالجه وفي شغلات يبي يعرف عنه ملف الهيستوري، فهذه حالات طارئه ضروريه، فلازم حيكون ربط الاخير مستقبل يوم من الايام. بس اول شيء بدايه خلينا نبتدي احنا بالمستشفيات الحكومه المستوصفات مع المستشفيات العامه مع التخصصيه الربط والخطوه اللي بعدها هذه. بس لازم يصير ملف الكتروني عندنا بالكويت للاسف، لانه ما عندنا متكامل، هذا مهم عندي انا. راح يخف الكثير على فكره من الازدحام، لان المريض او اللي يرغب بالعلاج او اللي يروح عند الطبيب عدم وجود الملف يفتح له المجال لإعادة الشكوى أكثر من مرة، والطبيب يروح من وقته لأنه يستمع لهذه الشكوى بشكل متكرر. لو كان عند الملف لاستطاع خلال أقل من دقيقة أنه يعرف كل التاريخ هذه الشكوى ويتخذ القرار الصحيح، بدال ما المريض يضيع وقته بالحديث والطبيب يضيع وقته بالاستماع إلى شكوى متكررة. وانت قاعد تلاحظ ملفات تضيع، المريض مثلا يقول ملفي ملاقي أو روحي بالملف، على الأسف أنا ما أحب هذه الكلمة، أو الملف مثلا يسوي له ملف ثاني ملاقي الملف الأول. في ناس تأخذ ملفاتهم للأسف مع البيت لأنه يضيع. فهذا أنا هذه اللي بنوصلها، هذه الدرجة. أول بداية حيكون صعب على الأطباء، يقول لك أنا أسهل لي أكتب ورقة بسرعة، صعب ما يعني ما اكتب بالكمبيوتر وقعد هذا، بس بالاخير حيكون سلس بالاخير، وهذا العالم كلها صعب حتى الاشعاعات. اليوم صح. تدريب الطبيب يعني غير الموضوع اللي فتحناه في البدايه، يعني اليوم حضور مثلا الطبيب لمؤتمرات علميه شيء مهم عشان الطبيب يقف على اخر ما توصلت اليه الابحاث والتكنولوجيا الطبيه فيما يخص اختصاصه. هذا الموضوع يعني هل انتم مستقلين فيه بالقرار ولا لجان اخرى حسب ما افهم، يعني مع جامعه الكويت مثلا لجان عليا مثلا للمؤتمرات وغيره؟ لا. واحيانا يكون فيها الروتين طويل وبالتالي يطوف الطبيب هذه الفرص. اللي هو الطبيب اليوم حجر الزاويه في العمليه الطبيه. انا اليوم لما اتكلم عن الثقه في وزاره الصحه والخدمات الصحيه، ترى بغض النظر عن كل اللي تفضلت فيه معالي الوزير، اتكلم عن طبيب. نعم. هو حجر الزاويه بالاساس. صح. صحيح. فهذا الموضوع قصة يعني مشاركاتهم في المؤتمرات العلمية متروك الآن يعني لدورات ديوان الخدمة المدنية، وحسب الإحصاءات أن الدورات اللي تقدم من ديوان الخدمة المدنية لتطوير الأطباء قليلة جدا. نعم. نعم. احنا اول شيء في مؤتمرات نسوي مؤتمرات في كل التخصصات في الكويت، وغير ورش العمل نسويها يعني كجراحة يجيبون أطباء زوار يشوف الحالات بالعيادة ويقعدون يتناقشون مع بعض، بعدين يدخلهم العمليات، يكون الاطباء كتير معاهم داخل العمليات قاعد يشتغلون. والزوار انا عندي حتى هذه فكره على العلاج بالخارج، اول بدايه قلتها الحالات اللي قلنا اكثر شيء اللي تروح برا، قلنا سرطان والعظام والحالات المخ والاعصاب حالات حرجه، قلت لهم ابيكم تزيدون عدد الزوار اللي يجون عندنا بالكويت، بدال كل ثلاث شهور او شهرين ابي كل شهر دكتورين يجيبون، تخفف من العلاج بالخارج، تدرب الكويتين. انا قاعد الاحظ الحين مثل ما قلت انت، ميزانيه العلاج بالخارج قاعد يروحون عدد كبير من الناس ومبالغ كبيره، بالاخير الطبيب الكويتي ما استفاد. الجراح ما شاف العمليه، ما شاف خبرات، ما شاف الخبره، قاعد مع انه يكون استشاريا بس يبي له خبره اكثر، يبي حالات اكثر يشتغلها، حالات النادره. فانا بهالطريقه هذه لو اجيب الاطباء الزوار مبدئيا على ما ابتدي افكر فكره ثانيه شلون اخليها العلاج بالخارج يكون داخل الكويت مستشفى جابر. فانا اذا جبت الزوار كل شهر في الحالات اللي الرانكينج اكثر شيء اللي يروحون، وادرب اطباء يكونوا معاهم، وهم بعد الاطباء الزوار هم يكونوا باللجان بالعلاج بالخارج، باللجنه الفنيه اللي تقرر هذه الحاله تروح برا ولا لا، مو بس الكويت، يكون مع الاجنبي، يقول الاجنبي لا الحاله ما نقدر نسويها هني لازم تروح برا، ومو شرط يكون نفس السنتر ماله عشان لا تبين انه تضارب مصالح. في فكره عند بعض الاطباء انه اليوم كثره المراكز التخصصيه، هذا للسمع، هذا للقلب، هذا للكلى،
انه هذا ايضا خطا طبي او خلاص ترند يعني راح، انه اليوم لازم تكون مراكز شامله فيها كل شيء حتى الترابط والتنقل، خصوصا اذا حاله يعني ما في مرض يطلع بروحه لازم مرتبط بامراض اخرى، انه يكون في مكان واحد. لا انا ما ايدها اذا يكونون قرابين بعض، بس انا ايد في شغله واحده. احنا مثلا انا كان تخصصي انف وذو الحنجره، تخصص الجراحه. الحين في اطباء بس تخصصهم انف، وفي تخصص اذن، جراحه الاذن، وفي جراحه الحنجره. انا ما اتكلم عن التخصص، اتكلم عن المكان. لا انا اكون يكون في اماكن يكون لازم يم بعض، اللي تخصصات قريبه على بعض، مثلا جراحه الاورام يكون يم انف وذو الحنجره، يم جراحه فك واسنان، مخ واعصاب. أنا أيد في هالموضوع هذا يكونون قراب على بعض. في تخصصات لا مو شرط يكونون قراب بعض، بس عندنا احنا المستشفيات اللي عندنا قراب على بعض، بس بيكون يمكن يكون تواصل أقرب يكونون. بس أنا أيد إنه يكونون تخصصات، كل ما يكون تخصصه تركيزهم أكثر المكان. أنا معك فاهم، أنا قصدي شلون يكونون يم بعض في مبنى واحد. صحيح. صحيح. خاصة أمراض السرطان، يعني مرتبطين أمراض السرطان، هذا أيدها. أمراض السرطان يحتاج عدة تخصصات يكونون مع بعض، هذا أيد فيها في هذه التخصص. نعم، يعني انطلاقا من هالفكره، يعني عندكم اليوم مستشفى الجهره طالع، يعني يبي له يمكن 2018 اخر ان شاء الله يشغل. بتبنون مستشفى بالعدان ايضا بسعه 600 سرير واكثر. هل ايضا الفكره موجوده بحيث انها شنو يكون تخصصها وحق منو وتخدم من، ولا بيظل عليها ايضا جدل مثل ما هو صاير على مستشفى جابر الى سمعنا منك الان للكويتيين فقط؟ لا، المستشفى الثاني حتكون بداية بعد ما مستشفى جابر، حيكون مستشفى ثانية عادة تدريجيا. المستشفى جابر ما قلت بالنهاية كله حيكون على طول مستشفى، حيكون لما يكون تأمين صحي حيدخل فيها الأجنبي، تأمين صحي الليفل عالي ممكن يدخل فيها تأمين صحي كامل مع الأجانب مع كل شيء، حيكون تخصص. هذا ذكرى. أما مستشفى الجهرة وهذا فحيكون تخصصها عام، كل شيء فيه تخصصات أكثر شيء، يعني من الجراحة الباطنية الأطفال والمخ والأعصاب والعظام، يعني مقرر من الآن موجودين. والأجهزة حيكون هو مع التجهيز مع كل شيء، مقرر كل شيء، يعني مع البنيان مع التجهيز مع الصيانة مع كل شيء فيها. اليوم يعني وأنت تمارس عملك في وزارة الصحة مع الوزير، ضمن كل هالأولويات أنت تكلمت في البداية أن الرعاية الصحية، لكن لو قلنا لك ملف واحد فقط هو اللي تدير الآن، الأولوية لأي ملف؟ أول شيء أنا سألت سؤال هذا قبل أصير وزير. سؤال أول شيء شنو أهم ملف تبتدي فيه واحد تبي؟ لو قلت أنا هذا اختصاصي خلال الست شهور الأولى بشتغل عليه، ملف الكتروني الطبي هذا مهم عندي وايد. ميكنة الجهاز كله هذا مهم وايد عندي. انت اليوم صاحب القرار في الوزارة. هذا انا ودي اوصل له هذا اسرع شيء كثر ما اقدر. والقرار بيدك. بس ياخذ له وقت يعني تدريجي. بس لازم بديت فيه. احنا لجنه وقاعد نشكل ونحاول ناهل الشركات اللي مختصه في هذا الموضوع تكون مستوى عالي. مو اي شركه. محاسبه المقصرين في اي ناحيه اللي ما يعني اليوم نسمع حتى هاشتاقات نشوفها انه الدكتور جمال الحربي يحارب اوكار الفساد في الفساد الاداري والمالي وغيره. يعني هذا الملف اليوم وين وصلت في محاسبه المقصر اللي يعني بدد اموال الوزاره ولا صرفها في غير مكانها اما باهمال او عدم درايه؟ اول شيء الملف يمكن لاحظت ملف نوع الخدمه الطبيه. نعم. يعني اول شيء الملف حتى يطال ليس فقط الإداريين والماليين، أيضا الأخطاء الطبية وغيرها أيضا هذا تقصير. نعم. أول شيء أول ما استلمت أنا فيه كان في ملف طبي فيه يعني شفته وقريته وعرفت أنه فيه لا واضح عندي، فقررت حلته النيابة. هذا واضح عندي. هذا موضوع. موضوع ثاني العلاج بالخارج. علاج الحالات الكثيرة صارت وفيها ممكن مو مستحقة، خذيت الملف شكلت لجنة من خارج الوزارة الأعضاء غالبيتهم أنا أتحقق من الملف هذا، أبي أسكره، لأن أنا بصراحة مثل ما قلت أنا صلاحي، بس أبي أطور، أبي أركز تفكيري كله بالرعاية الصحية وأرجع الخدمة الأساسية. خدمة أساسية. الشغلات الثانية اللي علي الحمل، الشغلات الثانية لازم أحاول أحلها، بس أركز قدامي شلون أرجع الثقة المواطن للرعاية الصحية. تقدر دكتور يعني أن توازن بين هالمسألتين؟ فترة قصيرة ما حقدرها بسرعة، لازم يبي لي وقت شوي تدريجيا. والملف الإلكتروني كما قلت لك، الشغلة الثانية عندي تراوما سنتر بالكويت ما عندنا ليفل طوارئ. المستوى المستوى الطوارئ عندنا ما وصلنا للمستوى الأول اللي قلنا عنه اللي هو العالمية لازم يغطي 1.5 مليون لمليونين نسمة. المستشفى اللي هي المستوى الأول لازم حواليها قطر يغطي 1.5 مليون، يعني بالكويت نحتاج
الى مركزين رعايه، المركز الليفل 1 المستوى الاول الحوادث. احنا الحين مستشفى الجبر حيكون واحد، وبالي الجهر حيكون، والمستقبل يكون بالعدان الجنوبيه كانه مثلث. صحيح. فالفكره انا بالي بعدها هي الحوادث، بس الملف الطبي الالكتروني وايد مهم عندي هذا. هذا اذا طبقناه اعتقد حل كبير، حل مشاكلنا وايد بعد التامين، بعد الاشياء الثانيه. دكتوره، موضوع ايضا بما تفضل فيه معالي الوزير اللي هو ترتيب الاولويات بنظرك وفقا لخطة التنمية الموجودة في دولة الكويت، وتطرقنا لها أنا وإنت مع ضيوفنا كثير. صحيح. شنو أهم الملفات اللي يجب أن تكون في الرعاية الصحية حسب الأولوية؟ يعني باستضافتنا لضيوف شارع السور، بمتابعتي في البرلمان لأسئلة موجهة لوزراء الصحة حاليا وفي الماضي، اليوم أنا مقتنعة بأن وزراء الصحة بحاجة إلى لجان استراتيجية مساندة. استمعنا اليوم للكثير من الأفكار، والتنفيذ صعب. هذه الخدمة تتعلق بالمواطن، مثل ما تفضلتوا في البداية عامل الثقة مهم جدا. فأنا أعتقد بأن نحن بحاجة إلى فريق استراتيجي للتنفيذ السريع لكل الملفات. واحدة من الأمور اللي أنا وأثناء مناقشة الخطة التنمية استغربت منها، ويمكن أكون يعني معلومات اللي عندي خطأ، ولكن تحدثنا عن مستشفى ولادة ومستشفى للأطفال الخدج ومستشفى للأطفال، ولكن بعيدة عن مستشفى الولادة. يمكن أكون غلطانة ما أعرف. إذا الطفل بحاجة إلى عناية سيتم نقل الطفل. أنا أعتقد اليوم لا، يعني في دول أخرى سبقتنا في هذا المجال، الولادة مع الأطفال الخدج في مكان مع طبيب الولادة بمكان قريب، حتى لو كان جسر، لأنك بحاجة إلى مركز رئيسي للأشعة ولفحوصات القلب وغيرها لحديث الولادة الأطفال الخدج. ثم أنت ما تقدر تخلي الأم اللي الحين توها والدة أنها تتعنى إلى كل هذه المباني وتبي توفر سيارات الإسعاف. لذلك أنا أعتقد بأن رسم الإدارة الاستراتيجية لكي تستطيع أن تصل إلى النقطتين اللي تحدثنا عنها، وهي الكواليتي مع السيرفيس، مهمة جدا في هذه المرحلة. ولا شك بأن بداية مستشفى جابر بغض النظر عن إذا بدأت بميكنة لأهل المنطقة، المهم بداية هذه المستشفى. أتوقع وأتمنى أن الوزارة تتعلم من الأخطاء وتعالجها فورا. أبي أذكر شغلة واحدة، الملف الإلكتروني قلتها، المهم الثاني قلنا الإدارة الصحية. شلون إدارة أول بداية هي أهم شيء. أنا ألاحظ المرضى لما يدشون مثل ما قلنا المستشفى، إذا شاف إدارة الكاتب الريسبشن، طريقة استقبال كان فندقية، كان خدمة فندقية، إذا كانت هذه بدايتها حيرتاح نفسيا على الأقل لما يروح حق الطبيب. عندنا مستوى الأطباء ترى كفاءة عالية، عندنا أطباء الكويتيين خاصة المتخصصين برا بالخارج في أمريكا الشمالية وأوروبا. فبعد الخطوة الثانية حيرتاح نفسيا أصلا طبيب المريض لما يراجع الطبيب. أنا أعذر المريض لما يكون نفسيته متضايق لما يدش على الطبيب، يدش مشحون فأي أخطاء من البداية، من البداية. فالدخول، طريقة المعاملة، طريقة وين ملفك، وين هذا، روح شوف ملفك. بعضهم يقول يمكن روح المخزن، روح شوف الملف يبلد. فهذا هذا اللي أضايق منها، هذا الشيء أنا بوصلها أني أريح المريض بطريقة هلسة. حطيت إطار زمني دكتور حق كل هال يعني الأفكار الطيبة، إن تاريخ معين إذا ما نفذت من قبل المسؤولين اللي تحتك يحاسب المقصر. هو أول شيء أنا قلت مستشفى جابر طبقها كإدارة أجنبية، تمسكها مع قيادي قصدي قيادة تمسكها الأجنبية مع الكويتين. إذا نجحت هذه الخطة في مستشفى جابر مع الملف الإلكتروني، لأن إحنا شكلنا لجنة نبي نطبق الملف الإلكتروني عن طريق أول شيء نسوي اتفاقية مع المنظمة اللي قلنا عنها غير ربحية، الهمس. هذه هذه المنظمة حتقيم كل شيء عندنا، مستوى كل النظم النظام. متى راح تبدي ومتى راح تنهي هذه؟ حين أنا حين اللجنة لا هي يبون ثلاث شهور، شهرين لثلاثة من وصولهم يقيمون عندنا المستوى. أنا قعدنا وياهم، قابلتهم قبل سنة، فكانت فكرتهم أن يأخذ لهم ثلاث شهور تقريبا يقيمون عندنا الكويت. قابلتهم أنت وكيل مساعد؟ وكيل مساعد. أيوة. لأن أنا طلبتهم صراحة. أيوة. وقعدت أيوة. يوم لأن كانوا السعودية عندهم مؤتمرات في عن طريق الهمس مع اتفاقية والإمارات، فكان لي علاقات فقابلتهم، جبتهم الكويتيين قعدت معاهم الهمس. فهم مركز في شيكاغو معروف، وهي الماسك العالم كله اللي يقيم المستويات. فقال اصلا ما نقدر نسوي نظم ربط الكتروني اذا ما في عندنا اتفاقيه. طلبت من اعضاء مجلس الامه يعني عده شهور تقيم الوضع وتشخص وانت ابن المكان، وبعدين قلت لهم حاسبوني بعد هذه الشهور. اليوم شكل العلاقه يعني بين
الجهاز التنفيذي وبين الجهة المشرعة والرقابية في الدولة مجلس الأمة. كيف تصف علاقتك فيهم، خصوصا يعني في تلويح باستجوابات، في يعني طرفين انقسموا الناس، الأخوة النواب بين مؤيد ومعارض يعني أدائك خلال الفترة الماضية؟ نعم، اولا وزارة الصحة مو وزارة هي سهلة، هي خدمة مواطن يعني من اول ما ينولد او قبل ما ينولد. صحيح، هو بطن أمه جنين. صحيح. خدمتنا حتى قبل الزواج، عندنا فحوصات نفحص قبل الزواج، احنا يعني خدمه كبيره للمامات. فاحنا خدمه كبيره، فهي انا اسمع الملاحظات مع تراكمي، اسمع الملاحظات، وهذا انا اهم شيء عندي خطه معينه مع مجلس، عندي الوكله نقعد مع بعض، مع عندي مجلس، شكلت مجلس تنسيقي، مجلس استشاري معي من الشباب الاطباء معاي، ماخذين خطه معينه، دراستنا لاشياء معينه، كيفيه مثل ما قلنا اعاده الثقه، كيفيه تسهيل الخدمات العلاجيه، كيفيه طريقه. فقعدت ورحت زرت زياره مستشفيات مثل ما قلت، حاولت نعرف وين الخلل اكثر شيء، معروف بس لازم اشوفه قدام عيني، بطالع شلون طريقه السايكل علاج المريض من دخول الدوره، كيفيه حل المشاكل هذه، التركيز على اللي هي البارامدكس، الاسعافات الاوليه، الطوارئ الطبيه، المسعفين، رفع كفاءتهم، لان احنا الحوادث اول شيء عندك الوقايه، وعندك قبل المستشفى كيفيه التعامل مع المريض اللي هي الدقائق او الساعه الذهبيه للحادث، واقسام طوارئ الحوادث، وتاهيل العلاج الطبيعي بعد الحادث. فالدائره كلها لازم ندرسها كلها كامله. بهذا خلال هذه كلها عرفت فين وين الخلل عندنا في كل مكان معين، من الرعايه الاوليه تركيزي اكثر شيء مثل ما قلنا، رفع مستوى الرعايه من الاطباء والتمريض، تركيز نخلي المرضى يروحون الرعايه اقل من كثافه في المستشفيات، ضغط المستشفيات، كيفيه تخفيف السره داخل ملاحظه داخل الحوادث. خلال يعني هالفتره هذه اللي نتكلم عنها اليوم، المواطن يعاني من مواعيد بعيده المدى، 3 شهور و4 شهور لبعض الامور التخصصيه. هل حطيت في الاعتبار دكتور مع الفريق هذا الاستشاري من الأخوة الأطباء أنه يعني هذا أحد أهدافنا أيضا تقليص المدة بحيث أنها تكون بالمدة المعقولة والمتعارف عليها طبيا؟ نعم، هو عندنا مواعيد مثل مواعيد الأشعاعات المقطعية والرنين المغناطيسي، هي بالكويت المستشفيات عندنا مواعيد في متخالفة، في بعضهم قريبة في بعضهم أبعد شوية. أنا لما رحت حتى في ناس رحت أوروبا وأمريكا، في بعض المواعيد اللي هي مو حالة حرجة، مواعيد ترى بعيده، الرنين المغناطيسي والام ار اي بعضهم ابعد من المواعيد اللي عندنا بالكويت اذا حاله غير حرجه. فانا بطريقه معينه قعدت مع القسم مجلس اقسام الاشعه انه يكون مستشفيات مسانده حواليها، الموعد اللي عنده ابعد يحاول يساند المستشفى اذا كان عنده زحمه، اللي هي بعد الظهر يداومون بعد الظهر فيها، ياخذون حالات اللي بعد الظهر. فهذه الطريقه قاعد نخفف فيهم بعضهم، ما اقدر. وعندنا المتقاعدين قاعد يروحون على طريق تامين عافيه، قاعد يروحون القطاع الخاص الاشعاعات المقطعيه والرنين، هذه خففت الضغط عندنا من ناحيه. فهي هي طريقه تنظيميه اكثر، وزياده السعر هي مشكله المكان، فيها بعض الاماكن ما تقدر. عافيه الان عافيه يشمل اخواننا وابهاتنا وامهاتنا المتقاعدين. نعم. في فئه الدوله تدفع لهم يعني ايضا معاشات. نعم. اللي هي يعني ربات البيوت. هذا قرار. هل في فكره انه يعني يدشون ضمن عافيه؟ نعم. اليوم كانت في اللجنه الصحيه اليوم طرحناها اي القسم اللي معي من القياديين انه تشمل بعد ربات البيوت معهم مع اللي هي المتقاعدين، فهذه الخطوه حنطبقها ان شاء الله. اتخذتوا فيها قرار؟ اي يعني حناخذ خلاص اليوم، يعني اليوم قعدنا وناخذ قرار ربات البيوت. هذا يعني لاول مره تعلنه؟ اي اول مره اعلنه، اللي هي ربات البيوت حيكون فيها، وممكن بعدها في مراحل ثانيه. بالاخير متى حيدشون ربات البيوت مع عافيه؟ قريب ان شاء الله، يعني احنا الحين شنو الحين؟ بدينا من شهر 10 احنا عافيه، شهر 4 انا حقيم اول شيء تأمين صحي عافيه بشكل عام. بشكل عام لان 6 شهور لازم اقيمها. هذا والله يمكن الوقت ما يمدينا نفتحه، يعني في نقاط كثيره. اي لان ليش لازم تقييم اي مشروع لازم اقيمه انا قبلها، لان الحين تجي بشهر 10 سنه. وصلتكم شكاوي على عافيه؟ في ملاحظات، فانا ابي اقيمها، بس ما تكون تقييمها من وزاره الصحه بس. عندكم ما بيكون تضارب مصالح فيها. نعم. فكره المتسوق السري اللي هو اللي يروح يشوف الخدمة، عندي ناس بيكتبوا لي تغيير في ملاحظات ببعضهم ان التاخير موافقه، بعضهم يلاحظونها في تاخير موافقه. ممكن الجهاز التنفيذي كله يسويها عشان يقيس الخدمه بدون. صحيح. بدون رتوش وبدون رتوش. تجميل. نعم. نعم. يعني. نعم. نعم. مع ان المواطن مو مقصر بالسوشيال ميديا. نعم. بس الدكتور يعني اذا بس تسمح لي نسمع، يعني اليوم تكلمنا عن اشياء ايجابيه كثير، واحنا نعرف ان الواقع مر صح. احيانا نسمع عن انتشار فيروسات
وانتشار ميكروب معين، ودائما في وحدة من مستشفياتنا العامة إن لا تطولون لأن في ميكروب، وبعدين وزارة الصحة تكذب هذا الخبر، وبعدين يعني هل هناك شيء بخصوص تعقيم هذه الأجهزة أو هذه وروح العناية تحديدا عناية المركزة؟ احنا عندنا قسم من العدوى والتعقيم كلها في مستشفياتنا، فأي في لا سمح الله في اشتباه في جرثومه ميكروب في مسح يسوونه معروف عندنا في العنايه المركزه، وفي جهاز الفلتر الضغط مثل الكشف المبكر. الكشف المبكر عندنا مسوحات، وبعدين يسكرون الغرفه اصلا اذا فيها شيء ما يدش فيها تعزل خلاص نهائي. وان ما سكروها انتم تحاسبون نحاسبهم اكيد يعني عاده. بس احنا شنو نقول حق المرضى؟ بعض المرضى ياخذ لفتره طويله مثلا اذا ما يحتاج السرير في عنايه مركزه او هذا ممكن تصير عدوى من مريض ثاني عنده صديد خراج مثلا التهاب، ممكن لان مناعه المرضى اقل من المناعه الطبيعيه حيكون اقل، فمعرض انه يكسب او يعني يحوش اي التهاب. دكتور في امر ما فتحته معك تحب تفتحه في دقيقه؟ بصراحه اللي فتحناه كل المواضيع، بس في مواضيع مهمه عندي اللي هي اللي قلتها انا هذه اكثر شيء. ثاني شيء شنو سويت عشان حفاظ على المال العام؟ هذه ملاحظات لازم مهمه نقولها. شنو سويت؟ اي اول شيء انا سالتك عن الموضوع في موضوع محاسبه المقصرين. اي هذا ركزت عليه، يعني انا جددت وفعلت المكتب التدقيقي والمتابعه، مكتب تدقيق ومتابعه مكتب الوزير لردود او ملاحظات الديوان محاسبه كلها، لان في ملاحظات وايد عندنا في ملاحظات ديوان. ممتاز. اتابعهم من عندنا قانونيين من ماليين يتابعون معاهم، واتابع دوريا معاهم التاخير في الردود شنو الحلول لها بسرعه يعطوني ردود لها. في موضوع عندنا بعض الملاحظات مثلا عممت قرار وزاري الاجهزه الطبيه والمعدات الطبيه بعضها تكون في ملاحظات أنا ما في مخازن مسودة أو مخزن لهم للحفاظ على الأجهزة كان في السابق ملاحظات يحلونها، والوكيل المختص هو المسؤول عن الموضوع هذا كيفية تنظيم وتنسيق هذا الموضوع. موضوع غير الأجهزة موضوع المشروعات الهندسية إنشائية تأخير في الإنجاز بسبة البلدية طلعت المواقع مثلا يتأخرون يأخذون موقع فيصير تأخير بالإنجاز، هو مو متأخر بس لازم كانوا ماخذينها قبل صحيح. الموقع ففي ملاحظات فهو مسؤول عنها شو الهندسية يعني. وحتى الأدوية يعني كلهم حبيت أنا أخليهم كل وكيل مساعد يتابع الموضوع اختصاصه يتابع في الموضوع هذا. نتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. ودكتور عذرين على الملف قاعد يعني كلموني على التوقيت، فنتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في كل ما طرحت. اليوم أنت موجود في كل بيت من بداية يعني وجود الإنسان كجنين في بطن أمه لين الممات، هذه الوزارة تؤدي هذه الخدمات صحيح. فنتمنى لكم كل النجاح لما في مصلحة الكويت إن شاء الله بالمقام الأول والأخير. شكراً وإن شاء الله لكم الصحة. شكراً إن شاء الله أكون خفيف الظل المشاهدين إن شاء الله. شكراً يعطيك العافية. شكراً لمعالي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي كان ضيفنا في شارع سور. شكراً دكتورة. شكراً لكم التوفيق وعذرينا إن شاء الله بالحلقة الحالية. أكيد بعد العيد الوطني بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إلى اللقاء، وإن شاء الله نتمنى دائماً الخير للجميع ولمتابعينا في شارع سور. إلى اللقاء.